أكد السيد يوسف أحمد نور مدير إدارة الأوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد أنه تم استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق التوجيهات الملكية السامية والقاضية بفتح المساجد والجوامع أمام المصلين لأداء الفروض اليومية وصلاة التراويح والعشاء في شهر رمضان المبارك، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الصحية. قامت الإدارة بالتنسيق والحمد مع جميع الأئمة ومؤذني المساجد والفرق التطوعية العاملة بالمساجد من أجل تنفيذ تطبيق هذه الاشتراطات الاحترازية بانسيابية ولضمان صحة الجميع، جميع المصلين مرتادي المساجد. وتم كذلك التواصل مع المجتمع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وتوجيه المواطنين والمقيمين بهذه الاشتراطات والتعليمات الداعمة للاستمرار في بقاء المساجد والجوامع مفتوحة بإذن الله تبارك وتعالى للجميع. وقد تم إقامة ولله الحمد صلاة التراويح ليلة أمس أول ليلة من شهر رمضان الكريم، وقد لوحظ من الجميع الالتزام بهذه الاشتراطات